طيب نروح للأزمة اللي بتواجه التجارة الداخلية في يعني بسبب الحلقات الوسيطة لتداول السلع، يعني السلع بتعدي على 4 أو 5 تجار لحد ما بتوصل للمستهلك بدل ما توصل له بشكل مباشر، وده اللي بيخلي سعرها عادي. علشان كده الحكومة عملت البورصة السلعية، وده هيتم فيه طرح السلع للتداول على منصة إلكترونية، وهتختزل كل هذه الحلقات الخاصة بالتداول، وفي النهاية هيعود بالفايدة على المزارعين وعلى التجار وعلى المستهلك كمان. تستعد الحكومة للبدء في تداول أول منتجات بالبورصة السلعية خلال 3 أشهر المقبلة، حيث تهدف إلى تقليل حلقات تداول السلع بين المزارعين والمنتجين وصولاً إلى يد المستهلك. ويستطيع البائع إيداع السلع داخل المخازن المعتمدة بعد تصنيفها وإعطاء درجة لجودتها، ليتم تداولها مباشرة على المنصة الإلكترونية للبورصة، ونتيجة لانتقال السلع من تاجر جملة إلى آخر مروراً بتاجر التجزئة، تصل السلعة إلى المستهلك بسعر مرتفع. لكن البورصة السلعية ستختزل كل حلقات التداول، ومن ثم تشجع صغار التجار والمزارعين على الانضمام إلى منظومة التجارة المنظمة. وتمثل البورصة السلعية منصة إلكترونية تربط جميع المناطق اللوجستية بالمحافظات، وكذلك مراكز التجميع لمعرفة الأحجام والكميات المتاحة من سلعة محددة أو منتج معين، لتحديد سعر عادل للسلعة وتقليل الحلقات الوسيطة والحد من الهدر والفاقد أيضاً.